أركان الإسلام خمسة. ركن الإسلام بالأركان. يعني الإسلام بناء، هذا البناء يقوم على أعمدة خمسة. الإسلام مثل كتار كسانة كلا ركن جوري كتو لعلك كتاب الإسلام. الركن الأول. ركن يكسان. الشهادتين. ينادوا بما شهد. لا إله إلا الله. يعني تنفي وتكفر بجميع ما يعبد من دون الله، تقول أنا أثبت العبادة لله وحده لا شريك له وأكفر بجميع ما يعبد من دون الله. لا إله إلا الله الذي لا فيه لا فيه إلا الله فيه فكان كنتين الله سبحانه وتعالى. لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. إنت أوه هيا جابوا تيرو وين نكتب يوم لك تهسب وطنان تيرو نكتب لطنان. إذا لا إله إلا الله بناء يقوم على عمودين. لا إله إلا الله يطاطم الطواب وأكل بكل. العمود الأول تنفي تكفر بجميع ما عبد من دون الله. الإنسان بيتكلم لطنان بي وكاكم إبتان بكيك يوم الله أنا تكبر. العمود الثاني تثبت العبادة لله وحده ولا شريك له. الشهادة الثانية أن محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد، بشر. نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام. وهو رسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب. إذن الذي يبتدع في دين الله يبتدع في دين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق. الذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه رسول. الذي يعبد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر عبد. الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة، لابد أن نؤدي الصلوات الخمس المفروضة في كل يوم وليلة. وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. أسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم الحج. Thank you.